أهلاً وسهلاً إخواني المغاربة. مشكلة هادي والله مشكلة. وليك سيدي هذاك وزير الأوقاف ومع وزارة الداخلية وزازها غادي يقننوا مراكز الرقية الشرعية، غادي يعمل غادي ليغاليزي زعما كاين légaliser bordel pour les femmes. Je suis pour les hommes, pour les femmes. Mais quand nikah les nisa. Et voici dit min touma ghay dirou lna had el marakez. علاش ما تعطيناش الرخصه للناس المثليين؟ ها الجاي بيبل واي علاش ما تعطيهمش حتى هما حقهم؟ تعطيهم حقهم في الملاهي، حقهم في المقاهي، حقهم في مراكز. هادشي دي ديسكريميناشن، هادي هاد المثليين محقورين. ولا المثليين ما قدوش يتكلموا، انا غنتكلم. وحنا في 2000 تقريبا 2019 وفي المغرب باقيين عليهم تتحقروا عليهم تما. اعطي الناس حقوقهم، عافيناكم دوك الحقوقيين. انتم عليكم الحقوقيين، اكثريتكم راكم جاي، ولكن دي دوون تو كام اوت. ها انتم دوك الحقوقيين، ها هذوك فهمتي راه فيكم، ولكن سترينا لانكم محشمانين. لا سيدي خرج كام اوت ودافعوا على المثليين، عطيهم الحقوق ديالهم عباد الله، عطيهم المقاهي ديالهم، لي بار، لي كلوب ديالهم. او حنا نعيشوا في 2019 وباقي الناس محقورين. او هادي راه العنصريه هادي ولا الديسكريميناشن هادي. هو الرقيه غديروا الرقيه واخا، وتعطيو شي سميه، شي سميه اسلاميه، وعطيوهم حتى هما المحلات ديالهم، وعطيوهم الحريه ديالهم. او لا تحقروا عليهم مادام. لا هادشي ما معقولش. هادشي خوتي المغاربه المثليين، لي هوموسيكشيال، ليزبيانز، دافعوا على حقوقكم، دافعوا على حقوقكم. راه حنا في اوروبا غادي نعاونوكم، لان هادشي ما بقاش مقبول في العالم. واه الناس تتحرك وانتم باقي معطلين اللور. الا حكا راه حاشاك، راه هذا اش من حاجك انت، هو اللي حاجك انت، يا انت يا الخابث، يا المغوفل، يا ابو الحياه، انت هو اللي هذا. وانتم مالكم وين الحياه؟ كلكم اكثريتكم دار جاي. ها كلكم
ولا البيدافايل اكثريه ديالكم نتوما، هادو اللي تدعوا بالاسلام، هاد الاسلام ديال العداله والتنميه. او اسي ويلو، هادشي هادو مثلين القدامى، ايام روميو وسيزار وجيليات اللي في عهد الروم الامباير. كاينه وكاينه كاين الناس الشعراء العرب تكلموا عليها بهذا، وانتوما ما كاين هنايا العسكر 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 ديال المغرب اكثريتو غير هوموسيكشوال في العسكر، والبوليس دوك الناس يخشوا القراعي ترامي ديال عباد الله، تا هما اشنو هما هذاك؟ ماشي هوموسيكشوال ولا اسمو ساديستيك ساديست، اش تقولوا لي انتوما؟ ايوا شنو هما هذوك؟ لا ما مبارك، هذا صافي دابا حنا في 2019، عطي الناس الحقوق، هذوك الحقوقيين وهذوك الحقوقيين حامي على الليزبيانز، حامي وانتوما حامي على الجايز، او راه قهرتوهم صاحبي خليهم. واه البيدافايل تعطيهم الحرية يمشوا بحياتهم، والجاي بيبو تحقروا عليهم. لا هادشي ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. هي هذاك وزير الداخلية، اشوف اش تعملين في هذا المشكل. صافي مبقاش ديك اللعبة، هذاك شي قديم. انا دابا الناس خصها تدخل، نقول لكم شحال من فنان هوموسيكشيل في المغرب ومتزوجين، نوريهم لك جبت سميتهم. لا نعرفهم بلا ما، لا غير في المربية راه عاملة بهم، تيجو تما يدوزو الويكاند وكشي، ولكن ماشي سوقنا. والنساء كذلك ليزبيانز، ايوا علاش؟ عطيهم الحرية، عطيهم الحرية ديالهم، خليهم يعيشوا في بلادهم في المغرب الجميل. وعباد الله دابا الناس متي، او والله الا حقرة، هذه حقرة حقرة. اخواننا المثليين رحنا معاكم في اوروبا، لكم الحق. جاي باريد هي، نشوفكم مرة اخرى. وانت هي ذاك المروكي، ذاك المروكي ورك على البطون وسبني، شبع فيا سبان، شبع فيا سبان، ولكن ورك على سبسكرايب لايك او ديسلايك وصحتك. ها انتوما الله.